طيب الجمهور قد ايه بقى، والاقبال على التذاكر والاجواء ودرجة الحرارة والحاجات، اجواء المباراة بقى؟ درجة الحرارة هنا كويسة النهاردة وبكرة كمان. درجة الحرارة بالنهار طبعا هيكون الجو حر، بس بالليل يبقى الجو شوية طقس بارد شوية. في جماهير موجودة للنادي الأهلي وحضرت التدريبات الثلاثة تقريبا امبارح، كانوا عدد مش كبير قوي يعني حوالي 15 20 واحد، ونفس العدد تاني النهاردة، بس أعتقد إن بكرة في المباراة ممكن يكونوا أكتر نسبيا يعني. النهارده حتى اتكلموا مع كابتن سمير عدلي في اثناء التدريب او بعد التدريب ما انتهى، بيطلبوا منه بس ان هو يحاول ينسق لهم مدرج كويس وقريب مش فوق بعيد، علشان الجماهير عشان اللعيبه تقدر تسمع صوتهم في الملعب. وكابتن سمير عدلي قال لهم ان هو هيحاول ينسق ده مع اداره النجم الساحلي والاتحاد التونسي هنا لكره القدم يعني والكاف. ف الدخول بجواز الجماهير السفر، موجوده ها؟ بس جماهير الدخول، الايه؟ الدخول بجواز الدخول السفر. بجواز السفر والمعامله بالمثل بالضبط في مباراه العوده في مصر، تمام من غير اي تذاكر من غير اي حاجه. تمام طيب الصحافه التونسيه بتقول ايه بقى على جريده وطبعا لادارته للمباراه مع النجم الساحلي امام النادي الاهلي اللي فاز معاه بالكونفدراليه؟ يعني ايه الاجواء، الصحافه التونسيه بتقول ايه عن المباراه؟ هما شايفين ان جريده يعرف الاهلي بما انه درب الفريق قبل كده، وفي لعيبه من الموجوده حاليا لعبت معاه تحت لما كان بيدرب النادي الاهلي، فهم شايفين ان هو عنده قدره ان هو يقدر يقرا الفريق كويس او يقرا اللعيبه كويس. طبعا هم شايفين ان بالنسبه للصحافه التونسيه او معظم الصحفيين التونسيين اللي انا اتكلمت معاهم الفتره الاخيره، شايفين ان النجم مش في اقوى حالاته الفتره الاخيره دي، وعنده تغييرات كتير غير الجهاز الفني حتى في اطار اللعيبه، وشايفين ان هو في اضعف اوقاته في الفتره الحاليه في المواجهه دي يعني مع النادي الاهلي. ده معظم كلام الناس هنا في الصحافه التونسيه او في فيلم التوانسه يعني. تمام، في ملامح للتشكيل يا ريهام؟ في شويه كده كان في اخر التدريب مستر فايلر انفرد كده بشويه لعيبه من الاساسيين كان بيدربهم لوحدهم، طبعا كان في حراسه احنا هنشوف المرمى دلوقتي تدريبات النادي الشناوي. الاهلي معانا. اتفضلي. ماشي تمام. كان في حراسه المرمى محمد الشناوي، قدامه محمد هاني وايمن اشرف، ياسر ابراهيم او ربيع الاثنين كانوا بيتدربوا معاه، ومعاهم علي معلول. قدامهم في نص الملعب وليد سليمان وعمرو السوليه وديانج وقفشه ورمضان صبحي، وفي الهجوم اجايين. لا ده تشكيل، ده يعني التشكيل اللي كان او المجموعه اللي كان منفرد الى حد ما بيها في التدريب النهارده. لا هو بس مستر يعني فايلر برضه عشان نبقى متفقين، ما عندوش يعني ممكن بكره نلاقي كل اللي كان بيعمله ده النهارده اكيد طبعا، اكيد تغيير، اكيد والجزء اكيد تلاقي فتحي ممكن مشارك، حسين الشحات تلاقيه اساسي، فممكن تلاقي في تغيير في ده كله يعني. هو ساعات عنده شويه مكر ودهاء في لكن هي قصة التشكيل ما بين يعني. وليد سليمان ورمضان صبحي، انت شايفة من بالظبط. التمريرات مشاركة مين هتكون، يعني هو اللي هيشارك؟ لا انا شايفه ان الاثنين ممكن يلعب بالاثنين بكره. ممكن يلعب بالاثنين. تمام، ممكن يلعب بالاثنين بكره. بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا ريهام مجدي من تونس وريهام حمدي من تونس، وطبعا كل التوفيق للنادي الأهلي غدا إن شاء الله في الساعة 9 مساء مباراته المهمة وانطلاق أولى مباراة النادي الأهلي في المجموعة طبعا مع النجم الساحلي.